تتسابق الدول الكبرى على امتلاك مقاتلات الجيل الخامس ذات القدرات الشبحية، لكن بعضها قرر الانتقال إلى مرحلة جديدة وهي تطوير مقاتلة قادرة على اختراق منظومة دفاعية متطورة وتدميرها. دعونا نتعرف اليوم المزيد عن طائرات الجيل السادس والدول المصنعة لها، ولكن قبل أن نفعل ذلك لا تبخلوا علينا متابعين كرماء الضغط على زر الإعجاب، فهي أفضل طريقة لدعم القناة ولتشجيعنا على تقديم المزيد بإذن الله تعالى، وشكرا جزيلا لكم. رقم 7، طائرة E3 Fighter. هي مقاتلة نفاثة افتراضية اقترحتها وزارة الدفاع اليابانية في عام 2010 بالتعاون مع تطوير خليفة لمقاتلات الميتسوبيشي F2. ومن أهم ميزات هذه الطائرة أنه تم تحسين تقنية التخفي المتقدمة من خلال تطبيق سيس والمواد الوصفية وما إلى ذلك. تمتلك محرك رفيع عالي الطاقة، محرك من الجيل الجديد رفيع ولكنه قوي للمساهمة في صورة أكثر خلصة للتحكم في الطيران. تستخدم رادارا من الجيل القادم ويطلق عليه اسم ESI. في المركز السادس، G28. يشير مقاتل الجيل السادس الصيني إلى مقاتلة من الجيل السادس تطورها الصين بنموذج G28، حيث ترددت شائعات عن المقاتلة الصينية من الجيل السادس النفاثة لسنوات عديدة، ولكن لم يتم تأكيدها رسميا. رقم 5، Future Combat Air System. في معرض برلين الجوي لعام 2018 أعلنت شركة داسو للطيران وشركة إيرباص عن اتفاق للتعاون في تطوير طائرة مقاتلة خفية للتبادل كبديل للرافال الفرنسية واليوروفايتر الألمانية والاف اي 18 هورنت الإسبانية، والتي تسمى نظام الطيران المستقبلي أو بالإنجليزية Future Combat Air System. من المتوقع إجراء أول رحلة تجريبية في حوالي عام 2025 ودخول للخدمة في حوالي عام 2040. رابعا، مقاتلة الميكويان ميج 41. بدأت شركة ميج الروسية العمل في مشروع صنع طائرة مقاتلة جديدة في عام 2017، وحينها كشف قائد السابق للقوات الجوية الروسية أن المقاتلة الجديدة ستحمل اسم ميج 41، وستكون أسرع مقاتلة في العالم بحسب ما نقلت سبوتنيك في 3 مارس الجاري. تعتبر هذه الطائرة طائرة اعتراضية حسب ما ذكرت تقارير بأنها تحت التطوير للقوات الجوية الروسية من قبل ميكويان لتكون كبديل للطائرة الأقدم من طراز ميكويان ميج 31. وفقا للمحلل الدفاع الروسي، سيتم اعتبار طراز ميج 41 كمشروع للطائرات من الجيل 5 بلس بلس أو الجيل السادس. في المركز الثالث، باي سيستم تيمبست. هو مفهوم طائرة مقاتلة مقترح قيد التطوير في المملكة المتحدة للسلاح الجوي الملكي البريطاني والسلاح الجوي الإيطالي. يتم تطويرها من قبل كونسورتيوم يعرف باسم تيم تيمبست، يتألف من وزارة الدفاع البريطانية وباي سيستم وروز رويس وليوناردو SPI، ويهدف إلى دخول الخدمة اعتبارا من عام 2035 لتحل محل الطائرة اليورو فايتر تايفون في الخدمة مع السلاح الجوي الملكي البريطاني. ستنفق الحكومة البريطانية 2 مليار جنيه استرليني على المشروع بحلول عام 2025. في المركز الثاني، FX Penetrating Counter Air. تستعد القوات الجوية الأمريكية لتغيير جذري في استراتيجية استحواذ لجيلها القادم من الطائرات المقاتلة بخطة جديدة قد تتطلب من الصناعة التصميم وتطوير وإنتاج مقاتلات جديدة في غضون 5 سنوات أو أقل. وصف سلاح الجو صاروخا بعيد المدى ومستشعرا خفيا يسمى Penetrating Counter Air، أو بالعربية اختراق عداد الهواء. في المركز الأول، FAXX. وهو برنامج تطوير واكتساب لمقاتلة التفوق الجوي من الجيل السادس في المستقبل لاستكمال واستبدال مقاتلة السوبر هورنت التابعة للبحرية الأمريكية بدءا من أواخر عام 2020. تم تحديد أحد المتطلبات لأول مرة في يونيو 2008.